اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سامعونا يا جماعه الصلاه على النبي كده، وبسم الله ما شاء الله تبارك الله. النهارده يا جماعه جبنا لكم غاوي من احسن رواد باب الزينه في مصر، عنده اعلى المستويات بسم الله ما شاء الله. الاخ سلام ابو حسين أعلى مستويات الحمد لله في مصر. الناس الأولانية بلودينيت فراشة يا جماعة، دول بلودينيت أبيض، حاجات مش هتلاقيها عند أي حد، والأسعار ممتازة، يعني أسعاره بالنسبة للمشروع اللي عنده أسعاره ممتازة جدا. بالنسبة للناس اللي بتحب مستويات حمام الزينة يا جماعة، مش أي حد هيقدر يتكلم في الحاجات دي. ده مرهد، سن مرهد من الحاجات الجميلة بسم الله ما شاء الله تبارك الله. يعني عاملين شوية استعراض، يعني الفيديو ده استعراض لحمام الراجل ده، وطبعا الحمام ده متاح الشحن، واللي بيجيب المستويات الكويسة يتواصل معاه على رقم التليفون الموضح على الشاشة. ده يا جماعة ذكر أرباش أوروبي، حاجات من المستويات الجامدة بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك يا رب. الناس اللي دايما يا جماعة بتسألنا، انت بقالك فترة ما نزلتش حمام زينة وبتنزل شعب وابلق وخضار واحد مني، جبنا لكم الراجل المحترم بتاع حمام الزينة، ودي فرشة كوبين ان شاء الله يا جماعة. الاسعار خارج الاسعار الاسعار ورقة عالية جدا، هذا كان كويس بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ربنا يبارك يبارك لكم ويبارك لكم ويبارك لكم من فضله. امال بتحور ليه؟ لو انت عايز تجيب حمامة كويسة وبسعر معقول بالنسبة للتأمين بتاعها، تواصل مع الراجل المحترم ده. لحظة على رقم التليفون الموضح. حلو والله بجد. ده يا جماعه ذكر مدينه والله داخل في انواع زينه كتير، يعني مش متخصص في نوع واحد، يعني عنده انواع زينه اغلبيتها حمام معاه او اهل السراب، بيبيع باسعار بالنسبه للتقليب الحمام اللي عنده تعتبر اسعار قليله جدا. ده الحمام الاسكندرون، اكبر مني حمام الاسكندرون، اسكندرون احمر اهو. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، اللهم بارك، ربنا يبارك للجميع يا رب ويرزق الجميع من فضله. ده اللي ده لسه رماش اوروبي، يعني يا جماعه ما تفرجتش المستويات والتفاصيل عند صاحب الحمام، يعني لو عايز اي نوع حمام من انواع اللي احنا نشرتها في الفيديو ده تقدر تتواصل معاه وتعرف عنه منه التفاصيل، تسألوا على الغليل، تسألوا على الشبابات، تسألوا على شغال، وتسأل على الاسعار برضه. عنده موديلات وعنده كل وربنا يبارك، عنده انواع كلها تقليبات جميله يا جماعه، لان احنا بقالنا فتره كتير طويله ما نشرناش حمام زينة، كل منشره وزارات وحمام شعبي، وقلنا نجيب فيديو من الراجل المحترم نعرفه عليه. اللي عايز يجيب حاجه من حمام الزينة ده، المستويات دي الانواع دي، تواصل معاه. في انواع الفيديو يا جماعه مش معايا، ناس كتير ما تبقاش شايفتها الا في الفيديو ده. يا
برضو عربات الاوروبي يا جماعه كان جامد شاسع بين الروم وبين المصري في سواء في الحج او في التقليد. ده الملحد تقريبا داخل في المحيط برضه. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك للجميع ويكرمنا من فضله. تقليبات جميله يا جماعه. ده الحمام ده من نوادر يا جماعه اسمه افريكان. لو حد يا جماعه محتاج اي حاجه تفرق رقم التليفون، وبرضه هتذكرني لو انت عندك حمام عايز تشتري التليفون عندك على مقدمه الفيديو توصل معايا واتساب. حمامك كل الوجه لله، واهم حاجه يا جماعه نتعامل مع بعض بالامانه. ويا ريت يا جماعه اللي مش مشترك يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد ويوصله فيديوهاتنا اول باول. واحنا تحت المطلب يعني اي حد عنده طلب ولا حاجه يتواصل معانا على الواتس، رقم الواتس في مقدمه الفيديو. واحنا النهارده جبنا لكم راجل محترم عنده حمام جديده انواع مختلفه. يا رب كل اللي عجبكم وصلوا وبركاته.